لقينا الخبر، كنت ناعس في الدار الصباح، كنسمع الغوت في الزنقه، ما خصش وجهي لا والو، بطش كنجري الهبطه اللي هبط كنجري. كنتفاجئ كنسمع خبر ديال واحد السيد قتل المرت بوه، ضربها بجنوي والاخت ديالو، استغل الفرصه ديال الاخت ديالو حتى خرجت من الدار. لقيتها فاش خرجت من الدار خوات عليه الدار، قتلها على ضربها على خاطر كانت باقا ميتاش، باش داوها من هنايا باقا ما ميتاش، حتى مشات للسبيطار. عاد باش جاتنا الخبر من السبيطار ان السيده راه ماتت، وعاد باش سولنا الاخت ديالها هي اللي عطاتنا الاخبار ديال هادشي كامل والمسائل، وحنا اللي كنتمناو دابا كل نهار كنسمعوا خبر. كاين خبر ديال السيده اللي محروقه، البارح عاوتاني طلع فيديو ديال بنت محروقه، السيد اللي محلول من الودن مشى ليه وجه وبقى عاجو مسكين. كل نهار كنسمعوا خبر، راه حشومه والله. هذا يكون في عمره، شكون في عمره 41 45 50 عام، راه كبير هو، راه اجيو السلوك ديالو زوين درويش، عمرنا ما شفنا معاه شي حاجه ديال اللعب. كيجي كيبلاصي الطاكسي هنايا كيطلع ينعس، غير هي دارت البلان بحال هكا، ما بلان ما حتى شي حاجه، ما عارفش انا واش كيتقرقب. حنا كنتمناو من السلطه عاد دير خدمتها بحال هادو، نحيهم كاع تعدمهم ونشلو الدين لهم. السبب علاش ما عرفناش، هذاك الشيء داخل خويا. ولينا كنتلقاو بحال هاد الاخبار حاجه طبيعيه، كنسمعوا بحال واحد مات، هاد الشيء قتلوه، هذا المغرب غنعرفوا هاد الشيء مناش كيجي. واش من ان بنادم كيدعى على هادشي ديال البليه، واش الفانيد، واش بنادم بلي وما عندوش باش ياخذ هادشي كيولي واصل انه يقتل، كيولي واصل انه يشفر، حيت هاد الاجرام كثير بزاف. شوف البارح حي الفرح، حي مولاي رشيده، واليوم الحي المحمدي. كنظن ان غير الفيسبوك ووسائل الاعلام هما اللي ولاو كيوصلوا لنا هادشي، حيت شحال هادي ما كانش كيشوفوا هادشي كاع بتاتا. كان كيموت مثلا واحد فاس ما كتعرفو حتى كدوز سيمانه، دابا ولا كنتي كتقتل قتيله مع ثلاثه، كتلقى مع ثلاثه و4 مليوحه وما دايرين حتى شي حد لهادشي. خاص هادشي يديروا ليه الحد ديالو، ما عرفناش هادشي مناش كيجي بعدا اصلا. بنادم خاصو يدير عقلو ويحيد من هادشي، والله يصوب والله يديم مخلقه. واليوم اخويا جينا كنقول لك واحد الدري قتل مرت باه ولا ما عرفت جداه، هادشي راه بيزار. والسيده كبيره وكنعرفوها هنا، الله يعمرها دار اخويا. كنجيو كنريحو حداها هنا، كنجمعو معاهم هنايا، كتشوفنا جالسين حدا الدار مع عمرها، تكلمات معنا مع عمرها، دوات معنا. اذا السيده باين الله يعمرها دار، داك السيد حتى هو كيذكروه بالخير، ما عرفناش هادشي كيفاش دار اخو. يعني هادشي راه كيكون واقع بشي حوايج قدام، الله اعلم اخويا. انا باش نقول لك شي حاجه راه ما عارفش،